تواصل دائرة صحة كركوك تنفيذ الجولة الأولى من الحملة الخريفية للتلقيح ضد شلل الأطفال بطريقة التقطير الفموي، والتي تشمل الأطفال دون سن الخامسة، على أن تستمر لغاية 18 من الشهر الجاري. وبحسب إحصائيات دائرة صحة كركوك، فإن 209,731 طفلا سيشملون بحملة التلقيح في محافظة كركوك مع أطفال العوائل النازحة إليها. جهود حثيثة تبذلها كوادر دائرة صحة محافظة كركوك وهي تنفذ الحملة الخريفية للقاح شلل الأطفال الفموي، حيث أعد قسم الصحة العامة في دائرة صحة كركوك خطة عمل لتوزيع الفرق الجوالة إلى كافة المناطق السكنية للوصول إلى الأهداف الأولية للبرنامج، وهي تلقيح جميع الأطفال لضمان الحصانة الصحية لهم. دائرة صحة كركوك أطلقت يوم 14/9 الجولة الأولى من حملة الأيام الوطنية الخريفية للتلقيح بلقاح شلل الأطفال. هذه الحملة أطلقت بالتزامن مع باقي محافظات العراق، وهي حملة وطنية شاملة لتلقيح جميع الأطفال اللي عمرهم دون السن الخامسة بلقاح شلل الأطفال الفموي. لهذه الغاية دائرتنا أعدت خطة تشمل تشكيل 443 فريق ميداني وثابت الثابتة في المؤسسات الصحية، مستشفيات ومراكز صحية وفي نقاط السيطرة، وراجلة وآلية. الآلية يعني بالسيارات لدى 206 فرق بالآلية، وياها عندي 80 مشرف ميداني يتابع سير العمل اليومي لهذه الفرق التلقيحية، ومجموع العاملين في هذه الفرق والمشرفين على مستوى الدائرة والمراكز الصحية يتجاوز 1,000 منتسب، وهي حملة جبارة. غايتنا بتعزيز مناعة الأطفال في كركوك ضد مرض شلل الأطفال، وكذلك الوصول إلى النازحين الذين أتوا إلى كركوك من محافظات أخرى وتلقيحهم بلقاح شلل الأطفال لتعزيز مناعتهم أيضا. والحملة الحمد لله ماشية بطريقة جيدة، ولغاية البارحة خلال يومين لقحنا 43% من الهدف المطلوب. أهالي محافظة كركوك ثمنوا تلك الجهود الإنسانية التي تقوم بها الفرق الجوالة، وهي تنشر الوعي الصحي لذوي الأطفال، فضلا عن تلقيح الأطفال المشمولين بالحملة للأعمار دون سن الخامسة. حقيقة هذه الجهود اللي يبذلوها الفرق الصحية الجوالة اللي يدورون المحلات والدور السكنية يغني عن هواية من هواية جهود لأولياء الأمور. كثير من أولياء الأمور ما يقولون الفترة اللي يجون بها يراجعون المستشفيات، فهذه المراجعة من يكون للبيت حتما الطفل راح يلقح، وحتما الطفل راح يخلص من العاهات المستديمة اللي تجي له كشلل الأطفال. وهذه جهود مبروكة ومباركة ومشكورة. هم دا أقول لك مثلا كل فترة وفترة يجون يلقحون بانتظام، يعني ما يقصرون، يعني يجون يعني بيت يلقحونا ويدارونا وما يقصرون يعني. وزارة الصحة الاتحادية ومن خلال دوائر الصحة في المحافظات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بدأت مؤخرا بحملة إعلامية واسعة في عموم العراق لتوعية المواطنين بمخاطر مرض شلل الأطفال. فارس الماجد، فضائية كركوك.